بهذا الفيديو رح نكون عم ندرس شيء اسمه المكنمار Table 2 by 2، كيف نستخدمها وأي متى لازم نستخدمها. إذا منطلع بهذا الإكزامبل منلاقي عنا شيء اسمه Pre-Test و Post-Test، عندهم اثنيناتهم نفس الموداليتيز و 2 by 2 يعني بيشبه الفشر إكزاكت 2 by 2. بس اللي بيميز هيدا التست عن الفشر انه هون عندي وقتين مختلفين. يعني بهيدا الكيس انا جيت عملت للبارتيسيبنتس بري تيست، اعطيتهم تريننج، اخذوا علامات، في منهم نجح ومنهم سقطوا، اعطيتهم تريننج، هو نفسه التست رجعت عدته سميته بوست تيست، عم شوف اذا كان في افكت لهيدا التريننج على نجاح البارتيسيبنتس او ما كان في افكت. سو هلا رح نشوف بالفيديو كيف نكون عم نستخدم المكنمار تيبل 2 باي 2 تأدرس افكت لشيء معين بوقتين وقتين زمنيين مختلفين. فلكينا مثل ما نحن تعلمنا بفيديو سابق رقم 11 كيف نعمل ويت باي كيس، حولنا التيبل اللي شفناه من شوي قطعت معنا بسلايد ل SPSS document وعملنا له ويت باي كيسز من هون داتا weight by cases من بعد ما كنا دخلنا بالvariable view pre-test post-test. هلأ رح فوت على كلمة analyze descriptive cross-tab، بعتت pre-test وبعتت post-test، رح فوت على statistics ونقي كلمة McNamar وقول okay. بالسيلز عندي في نقي row total بس هلأ ما رح كون عم أعملهم analyze، رح ركز على McNamar بقول okay. بيطلع عندي هيدا التيبل. بهيدا التيبل رح بس ركز، ما حاعمل اناليز ديسكريبتيف لانه اوريدي صرنا شايفينها كتير بفيديوهات قبل، رح ركز بس على المكنمار تيست. بلاحظ انه المكنمار تيست طلع 0.17، يعني 0.17 هي اصغر من 0.05. هيدا الشيء بيدل انه في علاقه significant difference بين هاتنين observations، بين المراقبه قبل ما اعطينا التريننج وبعد ما اعطينا التريننج. هيدا بدل انه التدريب اللي نحن اعطيناه كان فعال تحت المشاركين يتقدموا بما يخص المعرفه تبعولتهم. دونك هيك انا قدرت استعمل المكنمار تيست تشوف تاثير تدريب قبل تاثير على المشترك تدريب على المشتركين قبل وما بعد هيدا التدريب اللي انا اعطيتهم اياه. في حال حبيتوا هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب تشانل ولايك للفيسبوك بيج وشير للفيديو.